السلام عليكم دكتورة مشهورة جدا جدا، من عيلة راقية جدا جدا جدا، شكلها راقي جدا 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 جدا، بنت ناس قوي، اتيكيت متعلماه، تاكل بالشوكة والسكينة، حتى كلامها بالشوكة والسكينة مع كل اصحابها الدكاترة، كلهم عارفينها ان هي واحدة من الناس الاتيكيت والكلاس قوي في التعامل. في مشاكل ما بينها وما بين جوزها، المشاكل دي كبيرة مش صغيرة، وكانت هتؤدي للانفصال اكتر من مرة، ولكن علشان المنظر الاجتماعي وعلشان الناس ما تقولش دول سابوا بعض، عصر على نفسها لمونة وعايشة معاه، وهو نفس الكلام عاصر على نفسه لمونة وعايشين مع بعض، ولكن كل واحد مدي ظهره للتاني. الدكتورة ما عندهاش صحاب نهائي، صحابها على القد، ومحدش بيتجاوز حدوده في المعرفة إلا لو هي محتاجة حاجة. نفاجأ إن هي بتتصل وبتقول أنا أعمل إيه في المصيبة اللي عندي، ألا وهي الموضوع ده تحذير للناس قوي، ما لقيتش حد تتصاحب عليه إلا عامل الدليفري الولد اللي عنده 22 سنة، عامل الدليفري اللي بيجيب الطلبات للبيت عندها، صاحبت عليه وعملت علاقة معاه، علاقة حميمية بنسبة 100%، العلاقة امتدت لشهور عديدة. بالمناسبة هي عندها 42 سنة وعندها ابن وابنة، جت في وقت معين ضميرها وجعها، بدأت تقول لا مش هعمل كده تاني، ولكن الامر ما كانش بايديها المرة دي. عامل الدليفري كان مصورها واخد منها صور وسكرين شوتات كتير قوي لكل المحادثات اللي كانت ما بينها وما بينه، حاولت ان هي تنهي العلاقة، ولكن هو رفض ان هو ينهي العلاقة. هينهي العلاقة ليه؟ هو شايف واحدة كنز موجود قدامه، تديله فلوس، بتأكله، بتشربه، بتلبسه، بتلبيله كل مطالبه اللي هو مش قادر يعملها. عفوا احنا ما بنقولش ان عامل الدليفري وحش، ولكن بنقول ان المهنة بتاعته ما بتجيبلوش الحاجة اللي هو محتاجها، هيسيبك ليه؟ بدأ ان هو يبتزها، وبدأ ان هو يقول لها لو ما ادتنيش هكشف السر. من هنا كان الموضوع. الدكتورة ما كانتش عارفة تعمل ايه. الدكتورة اتصلت بينا، كلمناها وقلنا لها على الحل الامثل في حاجة زي كده. الحمد لله رب العالمين، جبنا عامل الدليفري او اتجاب، مش هنقول ايه اللي حصل له، ولكن الحمد لله رب العالمين الصور اتمسحت، الحمد لله المحادثات اتمسحت، الحمد لله رب العالمين الفيديوهات اتمسحت، والموضوع اتكتم عليه. ولكن هي كانت عايزة تطلع الكلمتين دول وتقولهم on air، ولكن كتير من الناس هيعرفوها، فسكتت وشدت بلاستر على بقها وقالت يا ريت تقولوا للناس اللي زي خلي بالكو ممكن تقعوا في اقرب مصيدة. الدكتورة بتقول لكو يا اخوانا هي غلطت، وبتقول لكو لو سمحت محدش يقع في اي حد زي الناس دي، هتيجوا عليكم بعد كده وقت معين يبتزوكوا، ولو في حد زعلان مع اهل بيته يكتم الكلام ده كله او يقول لاهله على الحاجات دي، ما يسيبش نفسه لشطانه. الدكتوره بتقول لكم خلي بالكم من نفسكم، لو عملتوا علاقات محرمه زي دي مش هتتسابوا، ممكن واحد يجي لكم يبتزكم ياخد منكم اللي قدامكم واللي وراكم، وكمان هيفضحكم. خلي بالكوا من العلاقات العابرة دي، مفيش علاقة عابرة سكتها خضرة، كل العلاقات العابرة اللي هي أيام أو أسابيع أو شهور بسيطة كلها علاقات بتنزل تحت الأرض، بتنزل في الطين. خلي بالكم من المواضيع دي تماما، مفيش رجالة زي زمان اللي هي تحترم وتقعد متعملش وما تسويش، عرفت اسكت شد بلاستر ما تبتزش، عرفت
اسكت خلاص خلص الموضوع، ربنا سترك وسترها. ولكن ازاي انت معاك منهار فلوس؟ على فكره الموضوع ده اتكرر كتير قوي وبيتكرر ولسه هيتكرر، ومع ناس كتير قوي ومع ناس راقيه جدا. خلي بالكم من ازواجكم رجاله، وخلي بالكم من ازواج من زوجاتكم الستات، هي ليها عليك حق وانت ليك حق عليها. باختصار شديد جدا، لو مفيش اي ترابط ما بينك وما بين مراتك او ما بينك وما بين زوجك، سيبيه وانفصلي عنه وسيبها وانفصل عنها. كده بعدت عن اسمك وكده بعدت عن اسمها، وكده اديتها الخير وهي كده اديتك الخير. ولكن اللي حصل في المجمل في الاخر في حاجه زي كده كان مصيبه وكان كارثه. ربنا سبحانه وتعالى يرحمنا من الاشكال اللي زي كده، ويرحمنا ويتوب علينا من الناس اللي زي كده. ويا رب اللي بيتوب في حاجه ربنا سبحانه وتعالى يستجيب لدعوته. ربنا يسترها عليكم. السلام عليكم.